معنا مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الموضوع هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، مرحبا بك. إذا في بعض المدارس ولا سيما في المناطق الشعبية قد يبلغ عدد طلاب في الصف الواحد 120 طالبا، كيف تنظر إلى واقع التعليم في العراق؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. واقع التعليم في العراق منذ احتلاله يأتي في إطار مشروع أكبر، وهو المشروع المبرمج والمخطط له بعناية وبدقة تامة لتدمير العراق ونشر الجهل والمفاهيم المضللة والطائفية. طيلة السنوات الماضية فشلت هذه الحكومات المتعاقبة على إنشاء مدارس جديدة، على إنشاء جامعات جديدة، على بناء إنسان أقصد طالب متعلم بشكل حقيقي، على توفير المناهج المدرسية وغيرها. يعني على سبيل المثال في موازنة 2018 كانت مبالغ المصروفة على الكتب المدرسية أقل بكثير من مبالغ المكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات والمخبرين السريين، ولكان تتخيل يعني أهمية بالموازنة أو بالمقايسة بين أهمية الكتب المدرسية للطالب وعمليات ومبالغ المصروفة كمكافآت لأعضاء مجالس المحافظات والمخبرين السريين. في عام 2018 الميزانية بلغت حوالي 80 مليار دولار، المصروف على الأمن والجانب العسكري حوالي 22%، وفوائد الديون التي قال أن الآن النائب الذي كان يتحدث قبل قليل كان يتحدث عن 12 مليار في عام 2019، لكن أنا أتحدث في عام 2018 بلغت الفوائد الديون حوالي 7 مليار دولار، وهي أكبر من ميزانيات وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة مجتمعة. هذه خمس وزارات هي الأهم بالنسبة للمواطن العراقي، لك أن تتخيل يعني مدى التدهور في القطاعات التربية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة في هذا الإطار. في العام الحالي اللي تبلغ موازنته حوالي 90 مليار دولار، ميزانية وزارة التربية أقل من واحد بالألف، حوالي 80 مليون دولار فقط هذه المبالغ المخصصة لوزارة التربية. هذا مشروع مبرمج كما قلنا لتدمير العراق، يعني نشر الجهل ايضا في المقابل، ليس فقط التقصير في مجال بناء المدارس وتوفير المستلزمات الدراسيه، وانما يكون في مقابله مشروع منظم لنشر الجهل والطائفيه واثاره النعرات الفتنه الطائفيه. ولكن ان يصل هذا التدهور في مجال قطاع التعليم الى ان تفرض احدى المدارس في بغداد تحديدا في حي الجهاد، هي متوسطة نور العلم للبنات، أن تفرض على أهالي الطالبات تعهدات بتحمل مسؤولية سلامتهن بسبب البناية الآيلة للسقوط، إلى أي مستوى وصل التعليم في العراق؟ وإن كان هذا الأمر لم يحدث في العالم على الإطلاق وأنا أجزم، لكن ليس مستغربا أن يجري في العراق، لأننا كما نعرف جميعا أن العراق منذ احتلاله يتدهور بشكل كبير وخاصة في مجال التربية والتعليم. يعني في العهد الوطني كان العراقي يتمتع بمجانية التعليم وبإلزامية التعليم، وهي مسألة بالغة الأهمية، في حين نجد الآن عمليات التسرب الدراسي، عمليات التقصير الكبير الهائل في بناء المدارس وفضيحة المدارس الهياكل الحديدية، هذه فضيحة معروفة منذ نحو 10 سنوات كما يعرف الجميع، ولم يجد أنفقت عليها مبالغ طائلة، ولم يجد العراقي أي من هذه المدارس في واقع الحال. وبالتالي هذا وإن كان كما قلنا مستغربا في العالم، لكنه طبيعي في العراق، يعني متوقع جدا، لأن العراق فعلا يشهد انهيارا في جميع المجالات. كل الذي يصرف يذهب عبثا في برامج لا قيمة لها وفي مشاريع غير حقيقية
ينهبها الفساد والسرقات. ولكن الحكومة تعهدت من قبل بترميم المدارس التي تحتاج إلى ترميم، هل ستنفذ هذه الوعود في الموازنة الجديدة أم أن التعليم والتربية خارج اهتمام الحكومة في بغداد التي تصرف على الميليشيات في موازناتها مليارات الدولارات؟ وهل نفذت الحكومات المتعاقبة على مدى 15 سنة من سنوات الاحتلال البغيض أيا من وعودها؟ كما قلت لك المبالغ المقصودة لوزارة التربية لهذا العام أقل من 1/1000 من مجموع الميزانية. العالم كله يستثمر في المؤسسات التربوية والتعليمية لأن بناء الإنسان يبدأ في هذه المؤسسات، وبالتالي إذا كان النظام أو الدولة تحتاج إلى مواطن يخدمها ويعني يبني هذه المؤسسات الأساسية في الدولة، هو يعني لابد أن يبدأ بناءه من المدارس. وهنا يكمن الإصرار الحكومي على عدم الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي لإنشاء جيل متخلف جاهل في العراق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل.